أول فكرة بناخدها عن أي عرس أو مناسبة هي الانفيتيشن أو كرت الدعوة اللي بيوصلنا، فاختيارنا لازم دائما يكون بمحله. ضيفنا هلا مشاهدينا هو احد ابرز الاسماء بمجال الطباعه. برحب بالسيد فادي شويري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك فادي. بونجور. اهلا وسهلا فادي. حضرتك صاحب شركه كارت اي بروموسيون. سبق والتقينا عده مرات وتعرفنا على مختلف الخدمات اللي بتقدموها. بعرف انه انتم من اعرق الاسماء بمجال الطباعه، موجودين بالسوق من حوالي 25 سنه. صحيح صحيح. نحن بلشنا من 25 سنة مبتكرا، بلشنا بطاقات أفران حوالي 5 سنين. تنقدم للزبايننا الأفكار الجديدة، الأفكار نقدر نعملها بوجود الماكينات المتطورة الموجودة عند كارت بروموسيون. بلشتوا من 5 سنين تركزوا على بطاقات الأفراح والمناسبات. صحيح. الكبيرة. صحيح. وبتعملوا كل أنواع البطاقات. كل أنواع البطاقات، حتى يعني نحن سيزن أعراس، نرجع لبعدين لكريسماس لرمضان. نعم. كل انواع البطاقات نقدر نعملها نحن. بما انه نحن هلا بموسم الاعراس بدنا نركز على الودينج انفيتيشنز، وبعرف في مجموعه واسعه ومنوعه بهالمجال، وكل موسم عندكم مجموعه جديده؟ اكيد كل موسم نحن بنبلش ابداء من بيال، معرض بيال، بنبلش المجموعه بتتكمل وبتكبر. مثلا هالموسم نحن صرنا حوالي 250 كارت صرنا منفذين جديد. صحيح. جديد. يعني 250 فكرة جديدة بس. صحيح. هالموسم. صحيح. يعني الزبون لما بيوصل لعنده عندكم قد ايه عندكم خيارات؟ نحن عندنا خيارات كبيرة. هاي المشكلة اللي عندنا اياها، لانه الزبون بيفوت. هي المشكلة لانه عن جد بضيع. في ناس لما بيشوفوا اشياء كثير ببطلوا يعرفوا يختاروا. صحيح صحيح. هذا اللي عم نواجهه نحن، بس بالمبدا نرجع بنقنع الزبون. عم بخبرونا بالرجيء انه عندكم مش بس بضيع، انه بضيع لانه هالقد عنده خيارات حلوة، يعني كل فكرة اجمل من الثانية. صح صحيح. حبينا نحن نقدم افكارنا، وخاصه كمان في زبونات عندهم افكار، يعني عروس وعريس يكون عندهم فكره حابين يطبقوها، نحن رواد بالتطبيق. هيدي من الاشياء المميزه فيكم، انه انتم اذا فكره مش موجوده عندكم وبتصور صعب ما يلاقوا فكره تعجبهم عندكم. مزبوط. هن عندهم الخيار انه يقدموا لكم فكره وانتم بتنفذوها. اكيد حسب نحن طلبهم. اكيد حسب طلبهم. نحن بالمبدا ولا زبون بيجي لعنا الا ما ياخذ، يعني او ثاني نهار بياخذ ديمونستريشن للكارت اللي بده بده يقدمه لمعازيمه، عجبته الفكره بنكمل فيها، ما عجبته الفكره نحن مستعدين نغير تكن عجبته الفكره. صحيح. عم نشوف عم ناخذ فكره عن الانفيتيشنز اللي عندكم. صح. ومنلاحظ في افكار مش بس كثيره، افكار مبتكره، يعني منلاحظ بالسنوات الاخيره كمان فادي انه مش بس على كروت ورق، في اشياء كثيره ممكن نقدم دعوه فيها. صحيح. ونحن رواد بهالشغله، يعني نقدر نطبع على صخر، على ازاز، على مرايه، على خشب، كل شيء بيخطر على بالك ينطبع عليه نقدر نطبع عليه عند كارت بروموسيون. حلو. على الصخره. صحيح. هاي فكره جديده اكيد. صح، افكار جديده اللي هي فلات باد برينتينج، يعني هي بتطبع كل شيء فلات سيرفاس. 250 فكره جديده لهالموسم، منين بتجي الافكار فادي؟ الافكار بتجي اولا من معارض خارج لبنان، ثانيا انترنت، ثالثا من الزبونات يلي بيعطونا افكارهم هن اللي حابين ينفذوها. بتعرف الزبون اللبناني ذكي وبيعرف شو بده، اوقات هالشيء بيشتغل لمصلحتك، اوقات بيشتغل ضدك، لانه أكيد. لما الواحد حاطط بباله شو بده يعني بدك تنفذ مثل ما بده. صح. وكمان عاده نحن تعودوا زبونات بغير محلات بغير مناطق انه هذا الكارت الموجود بس بنحط النص عليه، نحن لا، نحن بنغير له الكرتون، بنغير له الريبون، بنغير الشيب اللي بده اياه تنوصل للذوق اللي بده اياه بيريده هو. معروفين بكارت اي بروموسيون باسعار كمان منافسة. احدث الطباعه كمان بالديجيتال، ديجيتال برينتينج. شو يعني ديجيتال برينتينج؟ يعني هي الطباعه المتطوره، يعني هلا طلعت العالم عن شيء اسمه اوفست برينتينج، صار اسمه شيء اسمه ديجيت، يلي هي بتعطيك النظافه، بتعطيك الشبكه المضبوطه، الحرف المضبوط، يعني 100% بدون اخطاء. نعم. خاصه نحن الكروت اللي بنقدمها بنعطي اسامي المعازيم مطبوعه دايركت على الكرتونه، على الكارت من الخلف اما من قدام حسب ما بيحب العريس العروس. بعد في انفيتاسيونات بتتقدم بخط يد، بخط يد وتكون عنده كمية. أو عندكم شيء بالبرينتينج بيشبه كتير؟ أكيد. هلا مبدأ الفونتات كلها صارت قريبة كتير على خط اليد، ويلي بحب لا بده خط يد نحن عندنا خطاط موجود عندنا بنقدر نخط له هن بخط خطاط يعني. فادي أنتم كمان معروفين بسرعة العمل اللي بتقدموه. صحيح، وهذا اللي عم يميزنا كمان عن غيرنا، لأنه نحن أباوت 3 أيام بيكون جاهز الكارت مسلم، يعني
يعني اللي عنده عرس هلا قريبا ما تاخر، ممكن يوصل لعندكم. اكيد ما حدا بيتاخر، وخلال الجمعه بيكون صحيح منفذه كل الانفيتيشن. اهم شيء المسطره تكون توافق عليها، وللتنفيذ ما يعطى الهم. قد ايه العدد؟ في حد ادنى لعدد الانفيتيشنز؟ لا، بالمبدا احنا بنبلش من 50 بطاقه لحدود ال 1000 بطاقه، ما عندنا مشكله. اعطينا فكره عن الاشياء اللي ممكن نطبع عليها وباي مناسبه لها علاقه. مثلا للعرس اكيد للدعوه العامه هي الجنرال انفيتيشن، هي اول صحيح. فكره نحن بناخذها عن العرس. صح. الافكار عديده، ويعني اذا عم نحكي بطاقه عرس معقول تكون كرتون، معقول تكون بلاكسي، معقول تكون محفوره، يعني متنوعه، يعني بطل في انه لا انه هذا الكارت مفروض يكون لهذه المناسبه معينة. صح، بطل في تقليده معينه، صار انه الذوق هو اللي بيحكم، يعني شو عباله يعمل الزبون، شو المفروض يعمله بيعمله. ولكن بمناسبه العرس فادي، شو الاشياء اللي ممكن تتطلب طباعه؟ يعني في نابكنز، في ماتشز. مزبوط مزبوط. بالمبدا بنبلش بكارت العرس، بعدين في عندنا النابكنز يلي بينطبع كمان الانسيالات والدات تبع العرسان، بتضل مستفنيه بتضيف فيهم بقلاوه. في عندنا البليسمنت كارت يلي هن بيعطوا الاوتيسات على المدخل بالمطعم تيعرفوا وين السيت تبعولهم. في عندنا الليفر دور يلي كمان عم نتفنن فيه، عم نعمل افكار كثير حلوه. هذا موجود بكل الاعراس فادي؟ بالمبدا عم بينوجد بكل الاعراس، يعني في عندي كثير عالم بحبوا يكتبوا سوفينير للعرسان، وهن بيكونوا بوقت زغطه يعني ما بينتبهوا شو عم بيقولوا لهم، بكونوا مكتوبه بتضل سوفينير عندهم. في عندنا الفون بورد كمان مثل البانو كبير بيكون. هيدي شو؟ الفون بورد اللي هي لوحه مطبوعه. لوحه كبيره؟ لوحه كبيره مطبوعه، بينحط شكل فورم شجره، فورم قلوب، فورم طيور، بينكتب عليها، بينمض عليها مثل لوحه كبيره، كيف العالم بينمض عليه، مثل فون بورد بينمض عليه، بينحط عليه كمان جمله هيك سريعه، جمله تهاني على السريع. صح صح. هون عم نشوف كمان افكار، مثل ما عم تشوفي افكار بالالوان المتنوعه. في عنا السامبل، في عنا الملون، في عنا البيجي. بعد العرس شو ممكن نقدم للضيف؟ في عنا الكارد ريمرسيمون يلي بتقدم، يلي اذا حدا بعد عنده نعم. وقت يعني يزور وبيعطيه مثل سوفينير، مثل جيست على البيت مع كلمه شكرا. كل هالاشياء اللي ذكرتها فادي بتدخل بنفس التيم، نفس الموضوع؟ أكيد. يعني بتشبه بعضها. صحيح، بتشبه بعضها وبتكمل بعضها. بتكمل بعضها، واشياء كثير بتنعاز، يعني في اعراس كثيره يعني دقائق زاد، يعني في عنا الايام على الملائع بنطبع، على الكبيات، على كاسات الشامبان، يعني اشياء بتبقى هيدي. صح، اشياء بتبقى مثل سوفينير كمان حلوه، بتعطي التفات نظر بالعرس. حتى الكراسي، المقاعد، مثلا السيت نمبر 1 مثلا، اسماء الاشخاص اللي بيقعدوا على الكراسي بالمطعم كمان فينا نحطهم، كمان نقدر نامن لهم اياها للعرسان. بتعرفي اليوم فادي كل عرس او مناسبه كبيره لها ثيم او موضوع معين. صح. قد ايه بتتدخل انت بالنسبه لتحضير الانفيتيشنز بهالموضوع؟ هو لا. اول سؤال بيكون شو التيم تبعولكم؟ شو الالوان اللي عم تعتمدوها؟ شو لون الورد؟ شو لون ال يعني تنتبعوا على كارت العرس، يكون بلشنا من كارت العرس يصالوا عم يشوفوا نفس الالوان، نفس ال نعم. نفس الورد، نفس. هل في افكار مجنونه بتنطرح عليكم؟ اكيد، نحن بالمبدا افكارنا مجنونه، يعني مثل ما عم تشوفي هون كاس شامبانيا مثلا، كاس روماني هيدا بيجي معه كارت، هدول الماتشز عم نشوفهم على طول. في عندنا افكار، نحن تميزنا بالافكار الغريبه، طلعنا عن التقاليد العاديه. هون عم نشوف النابكنز اللي بتقدمه، هدول البليسمنت كاردز بيكون رقم الطاوله. نعم، على بيتامات مختلفه، يعني في تام موسيقى، تام هول نيفر دور عم نقدمه نحن تنحط سوفينير عليهم. هذا بيبقى مع العرسان؟ هذا بيبقى مع العرسان اكيد، اشكال متعدده. هذا ليفر دور ثاني. هدول القصة مثل كادو دو روتور، سوفينير مثلا، مبلحه ومبهره، شكل عروس وعريس. لانه في خيارات كثيره بالنسبه للاشياء اللي ممكن يقدموها بالعرس، اشياء بينطبع عليها، هل بتعملوا باكجز؟ اكيد. نعملهم بعلب مختلفه، بعلب ترانسبارنت، بعلب خشب، يعني افكار عديده. بتمنى يزورونا ويشوفوا شو في عندنا افكار. انتوا عندكم فرع واحد فادي على اوتوستراد المنصوري؟ صح، على اوتوستراد دغري تماما. اللقاء الاول كيف بيكون مع العرسين؟ شو بهمك تعرف اول مره بتلتقى فيهم؟ اول مره بلتقى فيهم مثل ما سبق وحكينا انه شو التام، تنتبع الالوان، تنتبع انواع الورد يعني. ثانيا نعطيهم نصوص من عنا بيصالحوا عليهم، تنحضر لهم المسطره، من بعد ما تجهز المسطره بنكون صرنا صاروا جاهزين للعرسان تيشوفوا المسطره. قد ايه في مجال للتعديل؟
معهم هن قد ما قدموا يعني وقت نحن بنعرف ثلاث ايام ممكن تكون مخلص كل الانفيتيشنز. هي شغله بس بتوقف على انه قديش هن سريعين بالتنقيه انه اوكي دان هذا هو انا بالتنفيذ ما عندي مشكله. وهن ياخذوا وقت اللي بدهم اياه، ايام بغيروا الكارت مره اثنين ثلاثه تيعجبهم الفكره، لان دائما العروس والعريس بيكونوا مقلقزين بدهم شيء بيرفكت، ما بدهم يغلطوا بشيء وبيبلشوا بكارت العرس واكثر شيء شوي بياخذ وقت يعني. حبيت كثير اندفاعك فادي، وتصور هيدي مسيح. من اسرار نجاحكم. نتمنى لكم موسم حافل، واهلا وسهلا فيكم. ميرسي كثير، ميرسي لكم. وقفه مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.